أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم رواد الأعمال. واليوم اخترنا لكم كفاءة من الكفاءات المتميزة من سوريا الحبيبة. اخترنا لكم صالون زهرة سوريا للرجال لصاحبه السيد فاروق محمد علي. بداية، أسعد الله أوقاتك سيد فاروق محمد. وأوقاتكم يا رب. احنا اليوم يعني متشرفين فيك وباستضافتك لنا في صالونك. جزاكم الله شرف. الله يسلمك. بالبدايه استاذ فاروق، حابين نتعرف عليك ونعرف الساده المشاهدين اكثر، من هو السيد فاروق محمد وبدايتك، بدايه حياتك العلميه والعمليه؟ طبعا انا حلاق، حلاق وراثي عن الوالد الله يرحمه. وطبعا جئت هنا بال 81، اخترت البلد هنا لأنه البلد ما شاء الله الأمان والاستقرار فيها من 81، وقررت افتح حلاق، قررت افتح حلاق من 81، والحمد لله رب العالمين يعني، ومستمر من 81 لهلا. طب مشت الأمور يعني. الفضل الله طبعا الحمد لله رب العالمين. سيد فاروق، بدي بس نتعرف أيضا على الخدمات اللي بيقدمها اليوم صالون زهرة سوريا للرجال بالتفصيل. نعم. طبعا قص شعر مع بالإضافة للحية، طبعا الصبغ والكريانتين، طبعا الكريانتين هذه شغلة الشباب. عندك يعني انت كادر بيشتغل بال نعم بالتجميل والستايلات. نعم انا بالنسبة لي كحلاقة مثلا للجيل القديم، حلاقة قص شعر مثلا صبغ يعني هذه. نعم، انت بمجالك انت وتخصصك انت بتقص الشعر واللحيه، الشعر واللحيه والصبغ والصبغ. ايه جميل، ولكن ما شاء الله يعني شايف انا عندك موظفين، وشايف في ناس عم تعمل يعني ماسكات و نعم هيك. نعم برضه كمان هاي الخدمات بتقدموها. نعم 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 نعم. ايه جميل. سيد محمد، سيد فاروق محمد، اكيد اليوم صالون زهرة سوريا للرجال تميز عشان يقدر يكسب ثقة الزباين وتردد الزباين على المحل، لأنه بتعرف يعني دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة فيها شديدة، وخاصة يعني مجال الاستثمار والبزنس، وخاصة مجال الحلاقة. نعم نعم. تشوف صالونات كثير، شو الأشياء اللي ميزتكم اليوم؟ والله هي صراحة أكثر شيء يعني من القديم هو النظافة. النظافة يعني النظافة مو من 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 هلا، النظافة يعني مميزين فيها يعني. هذه أكثر شيء يعني الصراحة اللي ميزتنا بال النظافة. شايفين يعني ما شاء الله صالون نظيف. يعني هذه من النظافة والتعقيم من قبل الأحداث الكورونا يعني سبحان الله. أكيد نعم. أكيد أنا كزبون لو بدي أمر أنا على صالون وأجلس بالصالون على أساس إنه بده يقدم لي خدمة معينة، لازم أشوف، أنا شايف هلا يعني شغلات التعقيم. نعم. والنظافة بالصالون بشكل عام. نعم. هذه من الأشياء اللي بتعكس إيجابية. نعم. تمام، وبتخلي الزبون والكستمر يرتاح وهو عم بتلقى الخدمة. نعم. أكيد أكيد. نعم. ربي يوفقكم إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. الله يسلمك. سيد فاروق محمد، اكيد كل انسان له طموح. نعم. وسقف الطموح يعني مفتوح للجميع. نعم. تمام، فاليوم السيد فاروق محمد وصالون زهرة سوريا للرجال، وين بنشوفهم بعد 5 سنين؟ شو الخطط المستقبليه لها؟ والله مو بعد 5 سنين، ما الا بعد بسنة ان شاء الله تقريبا. يعني طورنا المحل وبدنا نعمل قسم فوق للمساج وللاظافير، قص الاظافر والبناكير والمناكير بيكون طبعا بالطابق العلوي. يعني جهزنا بس مجرد بده تقريبا يعني كم شهر ان شاء الله بيجهز بصير يعني هذا التطوير. يعني جميل. يعني انتم بداتوا بتوسعه المحل والديكور. غيرنا طبعا الديكور وعملنا جناح خاص فوق للبناكير والمناكير، وطبعا للمساج بده يكون ان شاء الله فوق. ان شاء الله يعني نتمنى لك كل التوفيق. الله لصالون زهرة سوريا ان شاء الله. الله يسلمكم. الله ايضا على مستوى السبع امارات ان شاء الله. ان شاء الله ربي. سيد فاروق، بدنا نتجه للجانب الوطني الان في البرنامج. نعم. الفقره الوطنيه. نعم. انت زي ما بتعرف سيد فاروق محمد انه مجال الاستثمار بشكل عام يتطلب استقرار وامان. نعم. والمتعارف عليه دوله الامارات العربيه. نعم نعم معروفه. نعم. ما في خلاف عليه. نعم. صحيح. ما في خلاف. نعم.
فاليوم شو بتعني نعمة الأمن والأمان في دولة الإمارات السيد فاروق محمد؟ والله هي الإمارات هي البلد يعني الوحيدة مثلا بهذا يعني بما بين الخليج وما بين العالم هي فيها الأمان. هي الأمان والاستقرار، يعني بأي وقت بتطلع بأي بتروح هذا الأمان والاستقرار. يعني أنا أيام يعني كنت أترك المحل روح مثلا المسجد أو روح هذا، يعني أمان، يعني ما حد يعني ولا حصلت مرة أنه مثلا يعني حصل شيء، يعني الحمد لله مطمن. مطمن يعني طبعا هذه بمجهود الحكام والشعب الأمارات، يعني الله يجزيهم الخير يا رب ويبارك فيهم. أكيد هذا الإشي ما إجا من فراغ. نعم فأكيد في قيادة حكيمة وقيادة نعم. رشيدة وراء نعم. هذا الشيء والمحافظة على نعمة نعم. الأمن والأمان. نعم. اليوم نعم. السيد فاروق محمد كيف بحب يشكر قيادة دولة الإمارات وشيوخ دولة الإمارات؟ والله طبعا بالبداية نترحم على الشيخ زايد الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته، ونذكر الشيخ خليفة بن زايد طبعا ومحمد بن زايد والشيوخ الأمارات، وبخص كمان الشيخ الشيخ أحمد بن راشد الله يطول عمره ويبارك فيه طبعا وولي العهد، الله يجزيهم الخير ما قصروا يعني، وخاصة بهالأزمة هذا اللي احنا وقفوا معنا الصراحة، يعني الله يجزيهم الخير ويبارك فيهم ومد بعمرهم يا رب. صحيح، يعني شيوخ دولة الإمارات وقيادة الإمارات دائما يعني بتقف جنب المستثمر سواء نعم. مواطن أو مقيم، الموافد والمقيم، يعني سبحان الله الله يجزيهم الخير، يعني صحيح. ما عندهم تفرقة يعني سبحان الله. نعم. اليوم يعني سيد فاروق حابين تعطينا هيك رسالة دعم للشباب اللي بيجوا لدولة الإمارات حابين يستثمروا ويبدأوا حياتهم، شو بتحب تحكي لهم؟ والله بحب أنا أول شغلة الواحد كل واحد اللي بده يفتح أي مجال مشروعه لازم يكون هو عنده إلمام فيه. أكيد. يعني مثلا أي مجال أنت بدك تفتحه لازم يكون عندك خبرة فيه لحتى تستمر وتنجح فيه، أما إذا ما عندك مجال بالخبرة اللي فيها بيكون شوي صح. أكيد أكيد. ولكن يعني أيضا بيكون في دعم وتسهيلات لفتح البزنس، يعني أنت أكيد بنشوف إحنا إنه الآن يعني الرخص عمالة بتعملها على الأونلاين، يعني نعم 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 هذه نعم نعم نعم. حابين نعرف ونتعرف على التسهيلات اللي أنت لقيتها سيد فاروق عندما يعني بدأت في البزنس وعند تجديد الرخص وعند ما تحتاج تتعامل مع دائرة حكومية أو هيك، شو بتشوف تسهيلات؟ لا طبعا تسهيلات، أنا هلأ رحت من يومين رحت على تجديد الرخصة، بس مجرد عطيته الأوراق ولا بآخر بعد بساعتين ولا بقول لي خالصة، يعني هذه ما بتحصل يعني بدولة ما بتحصل بدولة يعني غير الامارات، يعني الله يجزيهم الخير يا رب. صحيح صحيح. نعم نعم. سؤالنا الختامي لك اليوم استاذ فاروق، اكيد زي ما بتعرف كل انسان ناجح بيكون في خلفه ناس داعمين له، تمام؟ اكيد في ناس كانوا داعمينك في مسيره حياتك. نعم. شو كيف بتحب تشكرهم؟ والله بالله بقول يجزيهم الخير ويطول عمرهم طبعا، اول شيء بدايه الحكام طبعا، بدايه الشيخ زايد الله يرحمه والشيوخ الأمارات، وبعدين في أشخاص سبحان الله لهم بصمة بحياتي، مثلا الله مثلا يجزيهم الخير، مثلا عبد الله المواجعي، مثلا عبيد الهاملي، هذول سبحان الله هذول وقفوا معي يعني الله يجزيهم الخير، وطبعا في أشخاص كثيرة بس هذول سبحان الله هذول لهم بصمة خاصة سبحان الله. نعم. وإحنا أيضا بنتشكرهم عبر شاشتنا. نعم. بنتشكر جميع الناس اللي ذكرت والناس اللي لم تذكر أيضا. سيد فاروق حابين نتعرف على موقع المحل. طبعا عجمان شارع الشيخ راشد بن حميد قابل يعني شارع أول عجمان طبعا قريبة من الشركة العربية للسيارات مقابل مسجد الحساوي، يعني اول مدخل عجمان، يعني اول عجمان صالون زاره سوريا. نعم. للرجال اكيد اعزائي المشاهدين راح تظهر ارقام التواصل اسفل الشاشه. الى هنا ننهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعه وسبت على قناتكم سما العين وعلى التواصل الاجتماعي، دمتم بخير وفي رعايه الله.